بالنسبة للعناية ديال القدم، هنا تكلمنا بصفة عامة، الإنسان باش يحافظ على رجليه بصحة جيدة فضروري من واحد ليجيان كوتيديان ديال الرجل، يعني الإنسان يقدر يغسل رجله بما دافي وأي نوع ديال الصابون، ومن بعد التقليم ديال الأظافر يكون بطريقة صحيحة باش نتفاداو المشكل ديال لونغ لانكارني. بل تقليم الأظافر الإنسان خص يعرف أن الظفر خصو يتقطع بواحد لافاسون كاري، يعني مقاد، والجناب يكونوا أغوندي، وباش كنديروها إما بأون بانس بروفيسيونيل عند سبيسياليست، ولا ما كانش فالإنسان في المنزل ديالو يقدر يستعمل مبرد عادي باش ما يخليش داك القنت ديال الظفر ماضي، لأنه إلا طول الظفر من بعد كيقدر يدخل في اللحم. ما خصناش يكون طول الظفر قصير بزاف، يعني ما نقطعوهمش يفوت اللحم، دائما فايتين اللحم بواحد ميليمتر أو جوج. بالنسبة للجلد، فالجلد إلا حافظنا عليه يكون الترطيب ديالو يعني يومي، فهذا كيخلي أن الجلدة تتبقى سوبل وما كتعرضش يعني لظهور دوك التشققات أو دوك الجلدة الميتة اللي تتكسر يعني بزاف. كذلك يمكننا نستعملوا المحكة أو الحجرة ديال الرجلين مرة في الأسبوع في الحمام أو في الدار. ممكن الإنسان يقدر يحك البلايس اللي كيكونوا شوية خشنين أو حرشين باش يحافظ على الرطوبة ديالهم، ومن بعد يستعمل كريمات خاصة باش يرطب الرجلين ديالو. دونك هذه كانت نصائح يعني عامة بالنسبة للناس اللي ما عندهم حتى شي مشكل باش يقدروا يحافظوا على الرجلين ديالهم. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.